بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن عند أحد شباب مدينة مسعد، إبراهيمي الشاب إبراهيمي سعد. إبراهيمي سعد له مشكل يجب تداركه أو في أقرب الأجال. الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وداووا مرضاكم بالصدقة، ما نقص مال من صدقة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الأخ سعد، ممكن نعرفه من وقت بدا لك المشكل هذا؟ دالي من 2000 أواخر 2012. 2012 اي، وانا مرضت نعالج لي ومن هذا. عندي قلب، عندي فالف بفتو، تميت نعالج واحد 6 سنين ولا 7. في 2019 قال لي ندير لك عملية. رحت لتونس، رحت للجزائر، قال لي لازمك عملية. ضر بديت المرة بتزير ولا بتونس؟ بديت بتزير. بتزير وين رحت بالضبط؟ رحت القصوم، رحت القصوم، قعدت 3 سنين نعالج عندهم. وبعدها بعد قصهم شويه، معنا حسيت روحي ما نجحت زين. عاودت رحت الوهرن، قعدت واحد العام هذا. بعد وهرن عاودت رحت تونس 3 سنين وانا نعالج في تونس. بعدها قال لي لازمك عمليه. ضا عمليه حسبوها لي 172 ثم في تونس ذاك الوقت. في ذاك الوقت في 2019 عاود جيت الجزائر هنا، قال لي لاسونس. داروا لي، رحت للبريفي داروها لي بلاسونس، داروا لي العملية، داروا لي لافالف. بعدها قعدت عامين 3 سنين وانا شوية نريح، نعاود نرجع كيقول بعد العملية شغل. بعد ما درت العملية تنفس شوية، بعدها بديت نقبل، بديت ندهش شوية. 2000 دركي حاليا في ذا الوقت هذا عاود رجع لي لافال الاخر، جات لا دروات عاود تفتح، وعندي القلب الايسر ضعف. قال لي يلزمك دركي زرع قلب هنا في الجزائر. ما كانش لازم الخارج، لازم الخارج، لازم تروح الخارج. قال لي روح لفرنسا لتونس، وهنا التكاليف شغل التكاليف برا ما نقدرش انا عليه. اللي يجبك ياسر تبين ياسر درا، انا ما نقدرش، ما عرفش علاش واش ندير. بيلا قالوا لك نديروا قبيله، ما رحت للقرداي الواحات، رحت الواحات دا، رحت للطبيب تبع قال لي لازم نديروا لك قبيله باش تخرجوا، باش تنشط لك القلب تاعك شوي. قال لي لازم تطلع مصطفى باشا يدير سدوس. عاود رجعت لمصطفى باشا، مصطفى باشا ثم قال لي ندرس الدوسي ونعاود نايطرو تليق لك البيله ولا ما تليقلكش. راني اليوم نستنى لهم ما كانش. قد ايه المده اللي رحت فيها المصطفى باشا؟ قال راني في 20 يوم. قال لي سمانه ونعيطو لك، ما عيطوليش اليوم. شنو الرساله والنداء اللي توجهوا للمحسنين واهل الخير؟ كلهم كان تعاونوني، راني يلزمني نخرج للخارج، لزمني زرع قلب. هنا ما كاينش زي زرع قلب، لزمني تروح برا باش نزرع قلب. هذه اللي قالوا لي دوناي نزرع قلب دركي، راني ما نجمش شغل. عييت عندي هذاك هنا 9 سنين ولا 10 وانا نعاني كما راك تشوف. ما تمكش تحرك ولا دير والو. جبت بعد ما درت العمليه عدت نتحرك لاباس، عدت نفس شويه نروح نمشي معناها نورمال. بعد عاود نعاود نقبل كي يقول شغل، نجيب 5 شهور 6 لاباس، نعاود تحسب 10 8 في الفراش ما نتحركش. هذه ذاك نطلب من المحسنين الجمعيات يعاونوني، شوفوا لي واش يديروا لي حل، والله يعاونوني. المهم الله غالب انا ما ضحكتش زوالي، ما ضحكتش. وكنت سعد نعرفوا كم عمرك؟ العمر تاعك 32 عام. الله يبارك. وانا من مرضت تعدي 23 عام الى يومنا هذا. 9 سنوات راني في 32 عام.
وما لقيتش كيفاه نخدم برا، ما عطيتش. جريت 9 سنين هذه ولا 10، ما قدرتش. حتى الشيخ ما يقدرش باش جريت ثاني، ما كانش معنا مدخول، ما كانش. إذن من خلال الشاب سعد نوجه نداءنا ورسالتنا لكل المحسنين أهل الخير. شباب مسعد، هذه 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 حزتكم كما يقولوا، دور شباب مسعد. شباب مسعد نعرفه بنخوته وأنفته، نتمناه أنه يوقف موقف مع أخينا سعد، ربي يشفي وعافيه. جمعيات خيرية، أهل البر والإحسان، أهل البذل والعطاء، ونحن في الصيف وما أدرك من الصيف، والشاب سعد شاب في مقتبل العمر، يناشدكم ويسألكم الله سبحانه وتعالى أن تقفوا معه في محنته. الله سبحانه وتعالى سيقف معكم في محنتكم. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يحضر معنا الشاب حمادة أروع، الشاب كما انتهى هنا. الشاب حمادة منصور من فرسان خيري الخير في شباب مسعد، هو شاب هذه المعاناة كيف وأنت تعيش هذه المعاناة، معاناة شاب مسعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. صراحة يعجز اللسان عن التعبير. كي تجي تشوف حالة كيما هذه خونا سعد ربي يشافيه ان شاء الله، ما تلقاش تقول صراحة، ما تقدرش الحالة تاعك، ما تقدرش كي تشوفه كيما هاك يعاني، ما تقدرش تهضر، ما كاينش كيفاه. نطلبوا من الناس الخير، الناس كيما يقول لك كامل 48 ولاية كامل لازم تعاون. هذا خونا سعد راه ينشط في أهل الخير، أهل البر والإحسان، لازم نوقفوا معه، لازم نوقفوا وقفة راجل واحد، لازم في أقرب الأجال باش تشوف حالة كيما هذه. الإنسان يشوفها في نفسه، حنا رانا نمشيو نتنفسوا ناخذوا لاباس علينا، كاين خونا راه مقبول، لازم نوقفوا، لازم نديروا اليد في اليد، لابد نديروا في أقرب وقت إن شاء الله. حوس على الناس اللي ناس البر والإحسان أهل الخير باش نتحركوا في أقرب وقت، لازم نتحركوا، لازم خونا راه مقبول ولازم نعاونه. واللي يحوس صح يشوف، يجي يشوف حالته كما يقول في الشاشه، ما نقدرش تعرف حاله تاعو، يجي يشوف حاله تاعو يعرف صح، يحس بلي خونا مقبول. كما يقول لك 10 سنين راه مش حاله، مش راه ياسر، صح 10 سنين معاناه، 10 سنين ومسكين الوالد على جهدوش قاد العائله تاعو، زوالي مسكين، وربي الوحيد وعنده طفل واحد، ربي ان شاء الله نتمنوا الناس تعاون، نتمنوا ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. اذا نعيد ونكرر نداءنا لشباب فرسان الخير بمسعد، الجمعيات الخيرية في مسعد، أهل البر والإحسان في وطننا الجزائر. الناس ياسر الخير، كاين الناس ياسر حابين يديروا الخير، ها هو الخير. ممكن الأخ سعد تعطينا رقم الهاتف نتاعك إذا كان اللي حاب يتصل بك ويعاونك. سبعة وستة سبعة وسبعين سبعة وأربعين اثنين وسبعين ثلاثة وخمسين. إذن سبعة ستة سبعة وتسعين سبعة وتسعين سبعة وأربعين اثنين وسبعين ثلاثة وخمسين. ماذا عسنا أن نقول؟ الله إن شاء الله، الله يسخر لك أهل الخير إن شاء الله، إن شاء الله ربي يسخر لك أهل البر والإحسان إن شاء الله في وطننا. وهذه حاجة قال المتفرق بين الخاوة قليل كيف يقولوا الناس بك المثل الشعبي. إن شاء الله أخونا سعد، إن شاء الله هي الناس توقف معاه، أهل الخير يوقفوا معاه، المحسنين يوقفوا معاه. شباب مسعد والذي نعرف عنه أنه شباب ذو المواقف، يقف في المواقف الصعبة، في مواقف الخير، في مواقف البر، في مواقف الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا سعد الشفاء العاجل إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، ويعود شابا يافعا
بذو صحة جيدة إن شاء الله. إذن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وربي يفتح على أخينا سعد، وربي إن شاء الله يسخلوا كل المحسنين إن شاء الله. ننتظر منكم الدعم والخير والبر والإحسان إن شاء الله.